سوق العطور اليوم لم يعد كالسابق. توفر الخيارات يقابلها أسعار تنافسية جعلت من الإقبال على العطور عشية عيد الفطر كبيراً. فأي العطور يفضل الجزائرية الشرقية منها أم الغربية؟ والعينة من أسواق ولاية تبسة. أنا عندي ذوق مثلاً هكا سوفاج، هذه هي خير ما رائحة معروفة عالمية. أنا شخصياً نميز الروائح العالمية على الروائح الشرقية. أنا نكونسومي حاجة أوت بارفان، تكون أوت بارفان، بيسك بارفان فيها أنواع، فيها أوت بارفان، فيها أوت كولوني، فيها لو بارفان، فيها أوت تواليت. أنا نكونسومي لوت بارفان. أنا عندي رائحة مفضلة هي العود الفاخر، يعني من أروع وأبهل الروائح. نستخدم عدة أنواع باختلاف الموسم، باختلاف الحالة الجوية، وعلى رأسها العود والمسك، هذا في فصل الشتاء. تعددت الاعتبارات والهدف واحد، الانفراد بعطر مميز أيام العيد، يقول بعض المواطنين. ديما نديروها هي، فهمت؟ خير من نروح نشرب الاكستريم خلط ما نعرفوش وش فيه، ويخلي أثار في الملابس مثلا. ممكن كاين مواصفات في الروائح الشرقية، كاين مواصفات ونلقوها في الروائح العالمية وما نلقوهاش في الروائح الشرقية. مثلا كيما يكون الرائحة ترجع لك على قشك، ولا تكون البرودوي اللي مخدوم منها يكون مش معروف. كي تعطر بها دير بها تتشم يعني على بعد مسافة كبيرة. اسمها العود الفاخر. هذه العطور يختلف اختيارها باختلاف طبيعة الإنسان، باختلاف تركيبته النفسية وتركيبته الاجتماعية. العطور شيء ثابت لدى الكثيرين، ويسعى البعض منهم إلى التميز خلال الأعياد من خلال محاولة اختيار الأفضل ليكتمل مظهره مع كسوة العيد.